السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. معكم قناة ام صفا، غادي نقدم لكم واحد الكيكة بالقرعة اللي غادي تعجبكم ان شاء الله. عندنا القرعة هذيك الصفرة ديال المغرب، اي قرعة تقدروا ديروها بها. عندنا 5 البيضات، عندنا الفاني، عندنا 2 كيسان ديال الزيت، ها هما، كاس سنيدة، 2 خميرات ديال الحلوى، وعندنا الطحين على حسب الخليط، والسكر اللي كتعجبو الحلاوة يبغي يزيد يزيد كاس، ماشي مشكل، انا كنقص كاس. بسم الله، سنيدة، خميرة الحلوى، واللي بغات تزيد واحد الياغوت تزيدها ماشي مشكل. انا راني كندير هذا دابا، ما توفرت ليش هنا. بسم الله، بسم الله، الزيت، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. راه كتجي زوينه وبنينه، غير جربوها ان شاء الله راه غادي تعجبكم. هذه الا كانت القرعه حلوه كتجي فنه. بسم الله، هي القرعة، هانتوما اخواتاتي، ها القرعة ديالي راني كاع ضربتها مزيان. بسم الله، بسم الله، دابا غادي ندير الطحين. بسم الله، ما ديروهاش تقيله مزيان، راه كتجي قاصحه، تخليوها شويه، ما تكون تقيله ما تكون خفيفه، شويه وصافي تجي مديده. الا خليتوها شويه جاريه كتجي هشيشه بزاف، كتجي رطبه. هانتوما خواتاتي، هاكا ها هو المول ديالي، هاي دهناه بالزبدة ودايره له الحرشة. بسم الله، بسم الله، ها هو
ودابا انا غادي نديرها الطيب ان شاء الله، وغادي نعاودو نتلاقاو انتوما خواتاتي. هاني دخلتها دابا للفران وغادي نديرها ان شاء الله الطيب. هاني دايرها على 200 درجة، ها هي، وكنخليها على خاطرها حتى طيب، ما كنخرب فيها ما والو، ما نحلش عليها كاع، تنحس بها طابت. انتم اخواتاتي ها الكيكه ديالي راه وجدت، راه كتجي زوينه وكتجي بنينه، جربوه ان شاء الله راه غادي تعجبكم. ولا عجبتكم ديروا لايك، ديروا ابوني باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. وشكرا عليكم المشاهدين ديالي، وبالسلامه عليكم، وخليتكم على خير ان شاء الله.